روحي روحي، شايف لك. على مهلك وهدوء، امشي شوي شوي شبك، روحتيني على مهلك. خلصنا على مهلك، ايكو بهدوء، ايكو على مهلك. راسك ما بدنا حدا يشوفنا. ها لقيته، والله لقيته. يلا اخي، يلا يا بطل، يلا بسرعه، انت قدها. العلبه هون. يلا بسرعه، استعجل، يلا استعجل. عجبك؟ طلع هذا خط الغاز. كيف هيك بتخربط بين علبة الكهرباء وبين تمام خط تمام الغاز؟ خلص لقيتها. بدل ما نقطع الكهرباء بنقطع الغاز. لك أخي شو هالحكي اللي بلا طعم اللي بتحكي؟ يعني إذا قطعنا شو رح نستفيد؟ ما رح نستفيد شيء. الأكل أخذته من عند أمي لأنه زمرد الصحراء ما بتعرف تطبخ. يقطع رح نلاقي طريقة إلا ما نلاقي. بعدين لو الدنيا شتا كنا قطعنا الغاز عليهم وبردوا شوي ولبسوا، بس الدنيا صيف. يا أولاد أنتوا شو عم تعملوا بهالوقت المتأخر من الليل هون؟ بابا نحن ما عم نعمل شيء، بس كنا عم نشوف هالسيارة الحلوة. بابا قلنا نقطع كهربة الخالة زمرد، كنا رح نقطع لها اياها بس ما لقينا القاطع، بس لقينا السكر تبع خط الغاز وكنا عم نفكر انه نقطع لها اياها. قام حضرتك كبست علينا بهالاثناء. بس ما فهمت ليش بدكم تقطعوا كهربتها لزمرد؟ ليش بابا؟ كان في اشكال صغير صاير ونحن عم ننتقم، ليه كنا نقطع الكهرباء بس بعدين نرجع دغري؟ يعني كنا بدنا نقطعها ونرجع. يا حيف عليكم يا اولاد، يا عب الشوم. بابا انا ما سويت شيء، والله العظيم اكرم اللي سواها. قال لي تعالي نقطع كهربة العالم، كيف كنا نحن وصغار نرمي حجر على شبابيك العالم ونرمي بيت؟ اسكتي بابا، هي قالت في موضوع، تعال خلينا نقطع الكهرباء على العالم. اسكتي يخرب بيتك، شوف فساد. طيب طيب اسكتوا اسكتوا. ليش انا هيك علمتكم؟ هالشغلات ما بتصير هيك، بدكم تعرفوا وين القاطع. ايه هون لقينا سكر تبع الغاز بابا. بعدين الكهرباء شو لها علاقة بالغاز؟ تعالوا الحقوني، رح دلكن بابا. حبيبي يقبرني الشهم، انتو نفذوا مهمتكن وخلوني للقصة تطلع. طيب يلا بابا تعال هنيك بنحلها ببساطة. شغلة بسيطة ما بدها شي، القصة بدها فهم. انا ما فكرت فيه ابدا. ليش عندك عقل تفكر؟ كلامك صح، ما عندي معلومات عن هيك امور بالمرة. بابا مكتوب هون الغاز الطبيعي، انا غلطت هالغلطة. هذا هو، رح شغل لك الضو بابا. شغل شغل. والله متوتر كتير. بابا ما عم صدق كيف قدرت تفتحه. شيكو شو كان رقم الشريرة زمرد؟ 31 31. ايه مزبوط بابا. أيوة. 31. بابا بابا قطع الكبل الازرق، مو بيعملوا هيك بافلام الاكشن؟ قطع الازرق وخلصنا بقى. شو هالسخافه؟ شو نحن عم نصور فيلم بابا؟ هلن هيك بيعملوا. شايف هالكبل الازرق اللي عم تحكي عنه؟ ايه. بس اقطعه، الشريرة زمرد رح يحل عليها الظلام الدامس يا ابني. اقطعه لكان يلا. ولك انا صايع قديم ولك. انت كبير بابا، والله انك كبير. لك شو عم تعمل؟ محاسن وقفتي لي قلبي، الله يسامحك على هالعملة. شو عم تعملوا قولولي؟ ماما أبي أصر إنه بده يقطع لها كهربة للخالة زمرد، قال مثل ما كسرت لي النظارة تبعي وأنا كمان بدي يقطع لها الكهرباء عن بيتها. بالأول راحوا لعبوا بخط الغاز تبع البيت تبعهم، قلت له بابا مو هون علبة الكهرباء هنيك، قام إجا لهون وصار بده يقطع لها الكهرباء. قام أنت إجيتي كبستي. ولك اسكت ولا حرف، لسانه أطول منه. محاسن صدفي ابنك الغبي ما عرف يساويها، فقلت بساعده. إيه حرام إيه. حاول يقطع كهربة الشريرة زمرد وأنا ما قدرت خجله. حياتي ليكي بالظاهر ما قدرت فهمك، عملك ما قدرت خجله. شو بدي أقطع؟ قطعوها عليها. أنا مهل الشرنة عم تستضيف كنتها الجديدة على مسقاتي وورق العنب تبعي، خليها تتزهرم على العتمة هي وكنتها. روح روح. والله يا أمي ما في منك، هي أول مرة عائلتنا بتتفق على شغلة. أكرم يلا مسك، خليني يا عيني عليك. بابا بابا خبصت الدنيا. قطعت الكهرباء عن كل البيوت. يا من شو عملت؟ ابني شبك شو هاد؟ الكهرباء راحت وصار مثل ما بدكن. بس راحت زيادة عن اللزوم. لا راحت وصار اللي بدك يا، مشي الحال خلص. يلا امشي يا محاسن صدفي، خلينا نروح، ما دخلنا نحنا. يا من نزعت الدنيا قطعت الكهرباء عن الكل، هيك ما بصير. عادي عن جد غرقتها بالظلام، شو عملت انت فهمني؟ مو بس نحنا، كهربة الحارة كلها مقطوعة. يا الله شيء ما بيتصدق، يعني راحت الكهرباء ونحن قاعدين هيك بين هالشموع؟ والله مو معقول اللي عم بيصير. كارلا بنتي ما تؤخذينا، والله نحن طبيعة حياتنا ما لها هيك بنوب. لا زمرد خانم شو هالحكي، القصة ما أنا بإيدك، لا تاكلي هم بنوب. شايفين اليوم كل المشاكل اجت فوق بعضها. ما هيك؟ ما قدرنا ناكل ونتهنى وهلأ ما عم نقدر نشوف وجوه بعضنا مثل الخلق.
أمي أنا طالع شوف شو المشكلة راجع. هاي الأمور والله ما تعودنا عليها. عجبك شو عمل أبوكي؟ شكله غرقنا بالعتمة. أنت ليش حمست بابا وخربت له عقله؟ انبسط، هاي انقطعت الكهرباء عن كل الحارة. يا حبيبتي، وأنا شو بيعرفني إنه الرجال رح يغرق الحي كله بالظلام؟ بدي أقول لك شغلة، هلأ هذا الموضوع ما بيأثر على شغلي كمستشار، ما هيك؟ طلعي فيني، إذا عرفوا إنه أنا اللي منظم هالعملية بروح فيها. شو هالحكي؟ من وين رح يعرفوا؟ مين رح يعرف؟ بعدين انقطعت الكهرباء وهالشي كان لصالحي، وهذا المهم بالموضوع. لك بس الحارة موحشة بالعتمة. إسراء؟ يلا لكان، تصبحوا على خير يا جماعة. ايه روح هروب أكرم. إسراء أنت اللي قطعتي الكهرباء مزبوط حكي؟ لا بنوب، بعدين شو دخلني بالكهرباء؟ يعني لا تكون مفكرني كبالكهرباء ولا ديجنتور. تفرج كل الحارة ما فيها كهرباء. يعني مو أنت اللي بعتي زينو كمان؟ لا، ليش زينو اجت عندكم؟ إسراء بكفي، حاجة كذبي مثل الأولاد. أنت شو اللي عم تحاولي تعملي؟ ولا شي. تمام إسراء، أنا رح أسألك مرة تانية، أنت شو غايتك؟ شو غايتك؟ ليش عم تعملي كل هالشغلات؟ مروان أي غاية؟ بعدين أنت ليش جاي لهون؟ يعني لا سمح الله كارلا خانم هلأ بينشغل بالها عليك وبتطلع لبرا وبتشوفني هون، وأنا ما لازم حدا يشوفني وما لازم أتواجد بالأجواء، مو حضرتك هيك أمرتني؟ أنت غيراني علي مو؟ أنا بدي غار من شو؟ عم تغاري واضح. مالي غيرانة بنو؟ غيرانة مصر؟ قلت لك مالي غيرانة مروان، بس حركاتك ما عم تعجبني وما لها لزوم. على إسراء لا تتواجدي بالأجواء، وما بدي شوفك مع حدا وما بعرف شو، بس وقت اللي بتجي القصة عليك كل شي بصير طبيعي وتقدر تعمل كل اللي بدك يا، إذا بدك بتعيش علاقة مع كارلا خانم وبتروح على أي مكان بدك يا وهيك. طلعتي غيرانة عن جد. تعال لهون مروان، أنا مالي غيرانة عليك، قلت لك مالي غيرانة عليك. بعدين أنت شو مفكرني؟ ليش حتى غير على رجال ما حبيته بحياتي؟ صحيح نسيت، أنتي أي نوع من الناس؟ ما تواخذيني. ليش أنا من أي نوع بالله؟ أنتي وحدة أنانية وغدارة لدرجة أنه ما قلتي لي الحمد لله على السلامة وقت اللي كنت بالمستشفى. لك أنتي يا دوبك تزعجي الناس بحركاتك الغريبة وتخربي عليهم حياتهم وتقطعي عشا الناس وتنزعي مرائهم. الحياة بالنسبة إليك مجرد لعبة، ما؟ ونحنا لعبة عندك. بس برافو، نجحتي، نزعتي ليلتنا، وهي صار اللي بدك اياه. مروان صار لازم روح على البيت، تأخر الوقت. طبعا شكرا كثير. مروان بتشكرك من نص قلبي على هالسهرة الظريفة، وعيلتك كتير ظراف مثلك. شو هالشغلة؟ أنا اللي بتشكرك لأنك أجيتي. كارلا ما تاخدي على حكي أمي بنو، أمي كل بنت حلوة بتشوفها بتنظر لها على أن الكنة المناسبة إلها، ولهيك ما لها متصورة أنه أنا وأنتي نكون أصدقاء. يعني احتمال زعجتك شوي وضغطت عليك، بتمنى ما تاخدي على كلامها. بعتذر نيابة عنها. لا ابنو ما تضايقت، بصراحة ما فكرت بهالقصة ولا يهمك. تمام، منيح منيح. اوف هالموديل وجع لي راسي يا لطيف. ها؟ واخيرا رجعتي على طبيعتك. والله انتي اللي عم تساويه وتعمليه، فيكي تاخدي عليه جائزه بالغش. تفضلي هاي ولادك. هادي اعطيني ولادي. اعطيني ولادي. ها ها اجت الكهرباء. اشتقت لكم كثير، ما فيني اعيش بدونكم. خليني البسهم، بحس حالي بلاهم والله ولا شيء، وبدون دفاع، وبحس حالي وحيده ومقطوعه من شجره كمان. اشتقت لكم كثير وكثير. هدول صوت السعاده والراحه، صوت السعاده والفرحه. ماما طالما أنت معتبرة هدول أولادك وأنت أمهم، ليش عم تتعبينا معك لكان؟ عم تحكي عن البنت اللي كانت عنا؟ إيه؟ لا يا، كانت مملة كتير ومثل الخانم يلي يلي بعيدة عن نعم الدنيا وما بتنحب وجامدة كتير وما بتنطق. خليني جوز ابني بعيون زمرد يلي بعرفها، وبعدين برجع زمرد الطبيعية يلي بتعرفوها. الحكي بيناتنا؟ هالمرة البنت تنشرب مع المي العكرة، ما شاء الله عليها. والله مو هيك. ليكي خالتي، انت بيطلع منك هذا الحكي؟ يعني بالاول اسألوه لأخي بيكون احسن.
لأنه برأي أخي معتبر هاي البنت صديقة وبس. بنتي أخوك عم بيشوف كل البنات مثل صديقاته، إذا بتحطي جنبه ملكة جمال العالم كمان رح يعتبرها صديقة، بس هاي النساء إسراء ما اعتبرها صديقة، سرنوة وغليظة. الله يريحنا. هذا لقلبه ما يريد. تركيني من القلبه غيره، أنا لقيت يلي بدي إياه، لقيت الفيرست ليدي تبعي. طول كسم جمال وعيونها، عيونها خضر مثل الطبيعة، عيونها مثل المحيط بتنزلي وبت... خليني أشوف. إسراء فادية خانم أمريني، ملف حملة الزواج جاهز ولا لا؟ ما فيني إليك جاهز ولا فيني إليك مجاهز، يعني ما له جاهز بالضبط. طيب بس أنا بكرة الصبح بدي أشوف الملف جاهز على مكتبي، أوكي؟ شفتي لي إياها بدور المديرة؟ عجبتك ما؟ والله شكلي رح أقعد إضافي اليوم، أنا ما كان ناقصني غير هالتقرير هاد. لك أنا ليش قلبي طيب كل هالأدية؟ يي شو دخل قلبك الطيب بهالموضوع؟ أنا بتواضع صديق كتير منيح وما بتعوض أبداً، ومستعد ضل معك للصبح لحتى تخلصي شغلك. كنان عنجد أنت أنا طالع بالصورة؟ عنجد طلع قلبك طيب كتير. لكن المساء العشاء علي أنا، عمل حسابك. اتفقنا. هي لسه ما لقيتك. ها ليك تمام. لا كان لازم أعطي هالملفات لكارلا خانم. توعديني إنك ترجعي؟ أكيد راجعة، لا تخاف. تفضل كارلا خانم، جبت لك الملفات اللي طلبتيها. شكرا إسراء، حطيهم هون إذا ممكن. بالإذن، يعطيك العافية. إسراء طالما أنت هون فيني استشيرك بشي بسيط؟ أي طبعا. ممكن تجي شوي؟ فورا. بصراحة أنا حابة أني أجيب هدية لصديق، وبصراحة هدول الساعتين عجبوني كتير. برأيك أي وحدة لازم أختار؟ يعني التنتين عجبوني كتير بس ما عم بعرف أخذ قراري. يعني الساعتين حلوين كتير وشيك، بس يعني لو بتعطيني فكرة عن شخصيته لرفيقك هيك بقدر ساعدك أكثر بالخيار. عرفتي علي كيف؟ كيف شخصيته قلتي لي؟ هو بحب الشغل شوي، حتى مو شوي، بحب الشغل كتير، وبنفس الوقت بيفكر بغيره. هو لطيف وحلاوة كتير. فهمت عليكي. طيب هو خاص بالنسبة إليك؟ خاص بالنسبة إلي؟ إيه خاص، وفوق ما تتصوري. إيه ما قلتي لي أي وحدة أختار؟ برأيي يعني تنتين مزابطين، هاي أحسن، أكيد رح تعجبه، يعني تشبه الصفات اللي حكيتي لي اياها. اي والله شكرا كثير اسراء، عن جد شكرا. هذا واجبي، يلا بالاذن منك. بشوفك. بتعرف مروان لو ما اجيت كنت انتهيت، يعني انت اجيت في الوقت المناسب. ايه شدي لي حالك لانه ما عاد صفيان لكثير. تمام خلينا ناخذ بريك هلا، لأنه إلك عندي هالهدية. بتشكرك كتير كارل، عزبتي حالك، بس ما كان في داعي لهيك شي، ليش عملتي هيك يعني؟ يعني خلينا نقول هدية بسيطة لأنه أنت ما خجلتني وشاركت بالحملة الإعلامية، وبعدين بفضلك شركتنا كسبت أرباح كبيرة. كارل كلك ذوق، والله عم تخجليني، يعني أنا بخجل كتير لما باخد هدايا. هالساعة حلوة كثير، يعني بتشكرك عن جد، وجايبتيها على ذوقي، شكرا. انت عن جد بتعرفيني منيح، لو بدي روح واختارها بنفسي كنت رح اختارها. انبسطت انه عجبتك، لكن البسها بايدك لشوفها اذا لبقت لك. كيف حلوة؟ لا بقى لأيدك. بتشكرك كتير، شكرا كارلا. كارلا
كارلا استني شبكي. ما فيني شي كنان، نعسانة شوي بدي اطلع على غرفتي. كارلا كيف ما فيكي شي يعني؟ طلع على وشك، شو صاير معك؟ خلاص اتركني كنان، قلت لك ما فيني شي. مروان ضايقك ما؟ شو قال لك احكي؟ لا حتى ما شفته ابدا، يعني هو ما كان بالبيت. كنان انا تعبانة كتير هلا، بترجاك خليني ارتاح. ليلة واحدة. ها؟ قالت لي صبور ليلة واحدة، يعني طالما قالت ليلة واحدة معناته في أمل مو هيك؟ ايه يعني طبعا معها حق. ايه طبعا البنت معها حق. مزبوط معها حق. بالمحصلة هي كمان بدها تاخد وقتها. صح. كل شي صار فجأة. مزبوط مزبوط معها حق. ايه طبعا، أصلا لو كان في شي سيء كانت ضربتك وما سألت عليك مو هيك؟ ايه طبعا، هي إسراء وانت أدرى فيها. موسى أنا كم مرة قلت لك إنه ما تقول هي إسراء؟ ما فهمت عليه. بدك تقول مرت أخي موسى، مرت أخي. كارلا كارلا، لك انت شو عم تساوي؟ اعطيني من ايدك هالدواء. لك كنان انا بس بدي اخذ حبه حتى ترتاح اعصابي شوي ونام مرتاحه. ممكن تعدي شوي؟ انت مانك بحاجه لهذا الشيء. بعد ما تعذبتي لتتركيه رجعتي له؟ احكي لي، انا اخوك وبفهمك. كنان قلي انا بنت بشعه. كارلا انت ليش هيك عم تقولي؟ بتاخدي العقل؟ لك ليش مروان ما بيشوفني لو شو ما عملت؟ ليش ما عم يهتم فيني؟ عم حاول وعم بتطلع بعيونه كتير، كل يلي بدي اياه انه ينتبه لي، بس هو ما نوع عم يشوفني بنوب. قلي ليش؟ كارلا انت متأكدة انه مروان هو الانسان المناسب لك؟ ايه طبعا واثقة ومتأكدة اني ما رح لاقي انسب منه. بس ما في شي بهالدنيا بيحرز لتزعلي. أنا كتير تعبانة لدرجة ما عم أتخيل أني فيني أعيش بلا. أنا بنت ناضجة، ما عاد فيني خبي مشاعري أكتر من هيك كنان. تمام لك، روحي وأحكي معه. شو بتخسري واقفي قدامه وأحكي؟ أحكي اللي عندك. يمكن هلأ مشي الحال وخسرته. كارلا أنت شو عم تقولي؟ يلي بيحارب ما بيخسر. أنت حاربتي شي كرماله؟ لا. لكن قومي وحاربي، إذا ما عم يشوفك خليه يشوفك. أنت بتعرفي أنا شو تعلمت؟ ما حدا بيهتم فيكي أبداً لأنك طيبة وحبابة. شكلك طالع مبسوط كتير من الاجتماع مروان بيك. ما في شي مهم، بس ماشي الشغل. واضح قديش كنان متحمس على الشغل، لأنه المشروع اللي تناقشنا فيه كان محطوط على الرف ومنسي. المشروع يلي عملته إسراء مو هيك قصدك كارلا؟ أصلاً هذا المشروع هن عملوه مع بعض، لأنه بكل شي في كيمياء بيناتهم، وأصلاً هن لابقين لبعض. إيه وكتير وكتير. مروان مو هداك اليوم رحنا وتغدينا سوا؟ شو رأيك كمان نروح؟ لأنه كتير تسلينا بوقتها صح؟ إيه خلص منروح، ليش لا؟ ها أهلين إسراء، تعي فوتي. حكيت مع إسراء وقلت بلكي منعمل صبحية أنا وياها ومنشرب قهوة. طيب معناها أنا رايح على مكتب. معناها بشوفك مروان. بشوفك. تفضلي لعندي إسراء. آسفة لأني قطعتكم عن حديثكم كارلا خانم،
يعني كان فينا نشرب قهوة بعدين؟ لا مشي الحال، تفضلي عادي. من فترة رحنا أنا ومروان تغدينا سوا بمحل كتير بحبه، وهلأ ذكرنا هالموضوع. قضينا وقت نهار كامل سوا، ركبنا بالباص وغيرنا جو وشمينا هوا. صراحة كان كتير حلو هداك اليوم. بدك الصراحة إسراء، كنت مستمتعة بكل شي لأني كنت مبسوطة، ورح نعيد هالمشوار قريبة إن شاء الله. صحة وهنا كارلا خانو. عقلبك. ألو، إذا ممكن بدي فنجانين قهوة سادة. يسلموا إيديكي. ما سألتك كيف بتشربي قهوتك أنتي؟ أنا بحبها سادة لأنه طعمتها بتضل بالتم. إيه إسراء، بما أنه أنتي وكنان صايرين قراب كتير من بعض، ما صار الوقت لحتى تتطور علاقتكم؟ حسب مو شايفة في استلطاف بيناتكم. الحقيقة علاقتنا أنا وكنان بيك بس شغل مو أكتر. بهالمناسبة أنا لازم أتشكرك. ما فهمت كارلا خانم، ليش؟ أنتي من فترة مو ساعتيني باختيار الساعة مشان هيك؟ بفضلك ما عم يشيل الساعة من إيده مروان، وأنا كمان ما عم شيل هالطوق بنوب وكتير بحبه. وفي سبب تاني كمان، لأنه مروان رح يتضايق إذا ما شافه على رقبتي، هو هيك طلب مني. والله منيح. ليش أنتي ما كنتي بتعرفي العلاقة يلي بيني وبين مروان؟ أنا فكرتك بتعرفي لأنه سيرتنا على كل لسان بالشركة، والكل عم يحكي إنه أنا ومروان آخرتنا رح نتزوج، ومعهم حق بهالشي. أنا ما بزعل من هالحكي هذا، بتعرفي ليش؟ لأنه أنا ومروان لابقين لبعض، وبدي علاقتنا تتكلل بالزواج، بس لازم أنا وياه نتأكد من مشاعرنا بالأول، لأنه في كتير عالم تزوجوا وبعدين اتطلقوا. أنتي أدرى بهالقصص. يا خانم القهوة جاهزة. يسلموا إيدك، فيك تحطي فنجاني عندك. صحة وهنا. يسلم. إيه الحياة هيك. وبالحياة في شغلات تانية كمان، إنه الأمور بتمشي بلا ما تخططي لها، يعني الواحد لازم يضل عم ينتبه. إيه صح، معك حق، كلامك حلو كتير، الواحد لازم ينتبه. المفروض يكون الإنسان جاهز بأسعد لحظات حياته، لأنه ما حدا بيعرف إمتى ممكن الأمور تتغير بشكل كامل. إيه ما في غير أنا اللي عم أحكي. يلا إسراء سمعيني صوتك، ما في حدا بحياتك هلأ؟ في حدا بحياتي. هيك لك. ايه ومين هو؟ يعني اذا بتحبي تحكي اكيد سرك ببير. بصراحة عن قريب رح تعرفي. كارلا خانم، عن جد القعدة معك ما بتتعوض ابدا، بس عندي شغل كتير ولهيك انا لازم روح، بس رح نعيد هالقعدة الحلوة. بستأذن يا خانم. بس ما شربتي قهوتك. ما حبيت تكون غليظة، بس أنا ما بحب القهوة سادة، وما بحب الطعم اللي بتضل بالدم. مروان أنا رح أحرقك حرق. تفضل. طلع موسى. موسى طلع. انقلع انقلع انقلع. خلص انا رح انقلع لحالي اخي، نلتقى. اسراء اهلا وسهلا. اهلا فيك مروان، ما شاء الله ساعتك حلوة. ايه وانا كمان بحبها كتير. ومين جاب لك هالساعة يا ترى؟ كارلا، كارلا هدتني اياها. لهيك ما بتشيلها من ايدك مو هيك؟ لا لا، بس لانه عاجبتني وبتناسب ستايلي. لانه بتناسب ستايلك قلت لي. مين اكثر حدا بيعرفك مروان؟ انا. مين اختار لك الساعه اللي بايدك؟ انا. شو انت اخترتيها؟ ايه انا. كارلا سالتني عن رايي وانا اخترتها.
أيوة هلأ فهمت ليش ما عم بقدر اشلح الساعة من إيدي. ها؟ إيه وين المشكلة إسراء؟ كمان جايب لطوق حضرتك وهي ما عم تشلح هذا الطوق لحتى ما تنزعج. لك يا روحي ليش لحتى انزعج؟ ما أنا شاري لها على طريقي. برأيي تجوزوا وخلص، أنتوا لابين لبعضكم كتير وهيك. لا أنت بتنشغل بالساعة ولا هي بتنشغل بالطوق، بتروحوا وبتشتروا محابس وبتلبسوها وبتقضوا حياتكم سبات ونبات وبتخلفوا صبيان وبنات وبتضلوا طول العمر مع بعض. لك محابس شو يا إسراء؟ أنت ليش عم تخبصي كارلا بس رفيقتي؟ لا أنا ما عم خبص، أنتوا الاثنين مناسبين لبعضكم، مناسبين كتير، تزوزوا الله يهنيكم. هاي مشكلتك؟ هاي مشكلتك شرفي منيح، وهي كبيتها وما عاد البسها. مبسوطة مو وكتير. لا الساعة ولا الطوق بيهموني، همي الوحيد اني اقدر شوفك وبس، وشم ريحتك وشوفي انتي شو شاغل بالك. مروان بيك إسراء خانم؟ ايه يعني طبعاً. مشان نطبقها على المقربين. اوكي مروان بيك، اعتبري هون مكانك. لكن انا رح احل هذا الموضوع وبعد ما اخلص حضرتكم تطلعوا عليه وبتنفسوا. طبعا بس ما تتاخري لانه ما ضل عندي صبر اكثر. جيت لعند حضرتك من شان الملف اللي طلبته. ايه حطيه عندي، رح اترك لك اياه هون بالاذن يا بيك. امشي بطريقك كنان وما تقطع طريقي. انت اللي عم تقطع طريقي. مبارح جيت واخذت إسراء بكل عنقها. شو مفكر؟ مفكر رح تعرف مكان كل مواعيدنا؟ لما رح توقع العقد معي شو رح تساوي؟ ما رح اعمل شي، وإسراء اصلا ما رح توافق على طلب شغلك. ايه منشوف. مروان من شوي ناديت لك بس انت ما سمعتني ابدا، ليش معصب كل هالقد؟ ما في شي كارلا، مالي معصب بالمرة. تفضلي يعني. مو جاي على بالي، فينا نتعشى مع بعض المساء، بدي احكي معك بموضوع مهم. ليكنا هون وعم نحكي؟ ما بيمشي الحال يعني مروان، بصراحة شوي خاص الموضوع وما خرج نحكي فيه بالشركة. تمام بس شو قصدك بخاص؟ مروان لو سمحت لا ترفض لأنه ما فيني استنى أكتر من هيك. تمام مثل ما بدك كارلا، بشوفك المساء على العشاء. تمام، لكن أنا رح أبعت لك اللوكيشن بمسج. طيب أبا بدي أعترف بشغلة صغيرة، هذا الكرسي أريح من الكرسي اللي بمكتبي. إذا عاجبك كتير خده، وقتها ما رح يضل عندي حجة لحتى أجي أشوفك. ايه كيف الشغل معي؟ صراحة ممتاز، والشغل اللي طلبته مني كنت رح أخلصه وجيب لك إياه على مكتبك. يعني مبسوطة بشغلك وانتي متدربة؟ مبارح قلتيلي انه بدك تفكري، شو صار معك فكرتي؟ يا مشرفة مشاريعي المستقبلية؟ مو غلط إذا أخذت شوية وقت كمان، سامحني. طيب أوكي، يا ترى مروان قال لك شي مبارح؟ أو أثر على قرارك مثلا؟ نو ليش، عفوا هو شو دخلوا؟ ما دخلوا أبدا. شو بيعرفني إسراء، يمكن وانتوا راجعين حكى شي بالسيارة وضغط عليكي، لأنه برأيي ما في سبب يخليكي ترفضي. مزبوط حكي؟ تمام أنا رح قوم، أنت فكري وأنا ناطر منك جواب، عم بستناكي. كنان شكرا لك لانك عم تتحمل. شو هالشغلة إسراء، يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. كارلا طالع بكير؟ ايه متفقة مع مروان واليوم طالعين نتعشى سوا. كارلا كنان
الليلة بدي فهم مروان كل شيء وبدي أعبر له عن كل المشاعر اللي جواتي، ما رح خبي عنه شيء. أنا لازم أقول لك شغلة بالأول. بعرف شو بدك تقول بس أنا ما بدي أسمع. كارلا، الموضوع كتير ضروري. كينان، بعرف أنت شو رأيك بالموضوع وملاحظة، بس أنا بدي إياه لمروان ورح أعمل كل شيء بيطلع بإيدي لحتى نصير مع بعض، ما بيهمني شيء بنو. ليكي، أنا كل اللي بدي إياه إنك ما تنجرحي. كينان، أنا كل عمري بخاف كون مجروحة، لهيك ما عشت حياتي صح. يعني أحسن ما أندم لبعدين وقول ليش ما تجرأت وحكيت، فرح جرب. طيب، بتمنى تتوفقي. بتمنى. انتبهي على حالك، تمام؟ تمام، نحكي. كارلا، بعتذر منك والله من دون قصدي تأخرت، نسيت وراح عن بالي، بترجاكي ما تواخذي. نسيت؟ انت عن جد عم تحكي؟ لك انا قاعدة هون وصلي ساعات عم استناك لحتى تجي وانت بكل بساطة بتقلي نسيت وراح عن بالي؟ والله عن جد؟ كارلا تمام، سامحيني، بتعرفيني ما بنسى المواعيد، وهي ليكني اجيت وانتي اصلا عندك كلام بدك تحكي قولي فورا، وكمان انتي مانك اكله، بالاول خلينا نطلب لك اكل. دقيقة، على اساس بدنا نتعشى جاية واكل؟ عن جد عم تحكي؟ لا لا، انا ما عاد فيني اتحمل. كارلا، كارلا، ممكن تطلب لي تاكسي لو سمحت؟ تمام يا خانم. كارلا، كارلا، لوين رايحة دقيقة؟ تمام أنا غلطت بس مو مستاهلة تزعلي كل هالقد وتروحي. مروان أنت أعمى يعني ما بتشوف؟ عم بعمل كل شي بيطلع بإيدي بس مشان تحس فيه، ما ضل شي ما عملته كرمالك وأنت ما عم تشوف، وآخر همك أنا لدرجة إنك نسيت موعد العشاء. كارلا لا، أنا ما نسيتك وأنت غالية علي كتير. كرفقات وبس، وأنا بدي أكتر من هيك مروان، أنا بدي هيك مروان افهم، لأني كتير بحبك. كارلا، بكل لحظة كنت جنبك، باللحظة الحلوة وباللحظة البشعة كمان، وصبرت على حالي كتير، قلت يمكن يجي يوم وتحس فيني، بس أنا مجرد خيال بحياتك وكل مالك عم تبعد أكتر وأكتر، يعني كل ما بقول هلأ بيقرب بحسك بعدت أكتر. كارلا تمام تمام، والله من دون قصدي كارلا، صدقيني أنا ما لاحظت. هي هي المشكلة، انت مانك سائل علي لدرجة مانك ملاحظ وجودي، ما تخيلت تكون أعمى هالقد. كارلا 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 كارلا، بكفي، شو بدك؟ ما بدي تزعل علي مروان، أنا ماني بحاجة حدا لحتى يشفق علي، تمام؟ بكفينا بهدلة هالليلة، تصبح على خير. أهلي إسراء خانم. ألو موسى، مرحبا، ضاقت لك بكير، آسفة بس من مبارح بالليل ما عم بقدر أوصل لمروان، عم بتصل فيه كتير ما عم بيرد على تليفوناتي، يا ترى أنت حكيت معه؟ بتعرف وينه شي؟ شو عم بيعمل؟ أنا مبارح بالليل حكيت معه وقال لي إنه جاي لعندي. كيف يعني؟ بس ما أجا لعندي مبارح. رحت على البيت مانو موجودة هنيك، وجيت على الشركة كمان مانو هون، ودقيت له تليفونه مسكر. طيب لو سمحت، أنا مشغول بالي كتير عليه، إذا قدرت توصل له ممكن تخبرني إذا بتريد؟ تمام، خبرك شو بيصير.
مروان؟ 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 أنت هون مروان؟ شو صاير هون؟ كارلا مروان مروان ليك أنا بعترف أني تمادت كتير معك مبارح وعن جد أنا آسفة كتير ما بعرف شو صار لا تؤاخذني خلينا ننسى اللي صار خلص انسى الموضوع واعتبره أنه ما صار لو سمحت كارلا بتتزوجيني شو قلت؟ تتزوجيني كارلا؟ آه موسى موسى في أخبار شو عم مروان؟ لا والله ما اتصل ولا حتى إجا وأنا قاعد هون مشان أول ما يجي يشوفه يا ربي وين بده يكون مختفي لا بين ولا رد على تليفونه والله مثلي مثلك ما بعرف طيب أنا رايحة على مكتبي إذا بين شي خبرني تمام وإذا عرفتي شي اتصلي فيني ماشي إيه؟ يا الله يا مروان ليش هيك عم بتساوي صار لك من الصبح مطنشني رد علي وخليني ارتاح أهلين كنت عم استناكي صباح الخير صباح النور معناها أنا سعيد طيب معناها طيب تبلش يلا لحالك وبعد ساعتين بساعدك حيان وهيك من أنجز بسرعة وهي الطريقة بنستخدمها بس نكون مضغوطين أوكي ما في مشكلة أخيرا صباحكم حابين ناخد دقيقة بس من وقتكم في خبر حلو بدنا نخبركم يا بما أنه نحن هلأ صرنا عائلة وحدة حابين أنه نشارككم بالفرحة تبعنا أنا ومروان رح نتزوج سلام على الخبر الحلو الله يبارك فيك الكل متوقع أنه بالأخير أنا ومروان رح نتزوج وبصراحة ما هو الله يبارك فيك مبروك مروان كثير انبسطنا بهذا الخبر عن جد كثير فرحت لكم شكرا حبيبي وشوفك يا مروان بيه الله يديم العافيه امين جوازه الدهر ان شاء الله تسلم شكرا لك كثير انبسطت شكرا حبيبي اسراء شو القصه مانك حابه تباركي لنا والله انبسطت بهالخبريه لابقين لبعض ما شاء الله ألف مبروك كارلا خانم الله يبارك فيك والله هو فراغ فوق بالك إن شاء الله إن شاء الله
شكرا كثير يا جماعه. نحن بدنا نعمل حفله صغيره ورح تكون على الضيق شوي، ما رح تكون كثير كبيره، واكيد رح نعمل لكم قصه رح نعيشها سوا. ما رح اقبل اي عذر. الف مبروك عليكم. رح والله ما عم صدق انه مروان بيك وكارلا خانم رح يتزوجوا. اصلا هدول الاثنين كثير لابقين لبعض، كان باين انه بيحبوا بعض. ايه معك حق، اصلا نحن منكون شركاء هون وعقلي بيطبق على عقله، لهيك نحن مناسبين كثير لبعض. اسراء، اسراء انت منيحة؟ ايه منيحة. تعال عادي هون ارتاح شوي. خير شو صاير معك؟ بدك نروح فورا نفحص ضغطك؟ اسراء شو هلا؟ ممكن تشربني مي؟ طيب خليني اخذك على المشفى. لا بس خليني اشرب مي. طيب اشربي. تحسنتي؟ كنان بيك، جبت لك الملفات اللي طلبتها وبهنيك من كل قلبي مشان كارلا خانم. شكرا. ليك كنان، انا صرت احسن بتشكرك، خليني ارجع على شغلي. استني خليكي هون ارتاحي شوي، مو مشكله. لا تحسنت بعد ما شربت مي. تمام. بيسان خانم؟ نعم. مروان موجود بمكتبه؟ مو هون، طلع على البيت. إذا في شيء ضروري بخبره. لا مروان، أنت شو جابك إسراء؟ وعم تسأل بك الوقاحة؟ وعم تسأل شو جابك إسراء؟ شو فكر حالك عم تعمل آه؟ لك أنت شو صاير بعقلك؟ أنت عم تمزح معي؟ اللي إنك عم تمزح بترجاك اللي إنه كل اللي صار قدام عيوني اليوم كان مجرد مزح. لا أنا جدي بقراري رح أتزوج كارلا. لا مستحيل، مو معقول، لا في شيء مو طبيعي. أنا متأكدة إنه في شيء صاير، أنت مستحيل تعمل فيني هيك. مروان لا تستفزني، قول شي كلمة. انت ما فيك ببساطة تروح توعد شخص وتحكي معه عن ولادك اللي بالمستقبل وتتركه بنص الطريق؟ ما بيصير. مروان احكي لك شي كلمة، مروان لا تطلع فيني هيك. انت وعدتني وقلت لي هالمرة رح اكون جنبك، قلت لي مالك رايح، انت وعدتني بهالحكي. وعدتني ليش مستغربة؟ كيف ممكن يكون شعورك لما تحبي حدا ويتركك فجأة؟ اكيد رح يوجعك قلبك، ما على الاقل هلا انت كمان صرتي قادره تعرفي الحاله اللي عم عيشها، يعني وحده بوحده. لا استنى، هالحكي مو مزبوط. انا متاكده انه انت عم تكذب علي. انت ما بتعمل فيني هيك مروان، عم تكذب علي. مو انت بتحبني كثير وانا شفت نظراتك اللي انت ما بتكذب علي، وبعرف انك بتحبني. اللي بترجاك لا تكذب علي هيك. حكيك مو مزبوط، انا لعبت عليكي وهي اللعبه انتهت. انت اسوأ رجال شفته بحياتي. أنا أسوأ رجال شفتي؟ طلعت ظالمك أنا هلأ ما؟ لأني تغديت فيك قبل ما تتعشي فيني؟ ما كنتي رح تعملي نفس الشي يا ست إسراء؟ ما حاولتي تخليني أحبك وحط حياتي بين إيديكي؟ أنا طلعت السيء هلأ؟ أنا اللي طلعت سيء؟ طبعاً أتمنى أعمل هيك، بس مستحيل أتصرف بهالطريقة. أنا ما بعمل هيك لأنه عيب. من أمتى صايرة مهضومة كل هالقد؟ انقلعي من هون فوراً. ما فيك تفوتي وتطلعي على راحتك من بعد اليوم على هالبيت. انقلعي. انت رح تندم كتير، بس بوقتها رح تكون خسرتني. ايه
كينان بيك، أنا بعثت لك التقارير المالية بإيميل. حضرتك بتأمرني بشي تاني؟ لا لا شكرا. عن إذنك. كينان؟ إيه إسراء؟ لسه بدك يعني اشتغل معك؟ طبعا إذا موافقة. إذا العقد موجود عندك هلا فأنا بدي وقعه. هو كان هون بشي مكان. لحظة، إذا بدك ببعث لك يا إيميل. لا شو، لا كينان بدي وقعه هون. كأنك مستعجلة شوي إسراء ولا لا؟ أنا مالي مستعجلة، مو قلت لك بدي فكر ففكرت وهلأ بدي وقع. ليكو ممتاز، مبروك. مبروك علينا. ما لكنان بدي أطلب طلب وخجلانة، فيني أخذ إذن يومين بس؟ وبتعرف صفيان يوم ليخلص الدوام، ففيني بلش دوام يوم التنين؟ طبعا ممكن، خدي بريك. شكرا. ولو إسراء؟ ليش عم يتصل بهالوقت؟ ألو، أهلين متين. آسف يا خانو، ما تواخذيني اتصلت بهالوقت، بس في شي لازم تعرفيه. شو الموضوع؟ وصلتني صورة من الإعلان وبظن أنها بتخصك وضروري أنك تشوفيها. طيب ماشي، رح شوفها، بعت لي إياها فورا. ألو ألو، عم تسمعيني يا خانو؟ ألو. ايه ايه انا معك متين، شكرا، عملت معي معروف كبير بانك بعثت لي الصورة، بس بدي اطلب منك طلب ضروري اذا بتريد. تفضلي مريني. هالصورة ما بدي اياها تنزل ولو شو ما كلفت تمام. تمام، رح اعمل اللي بيطلع بايدي ومنحكي. اعمل كل شي بتقدر تساويه متين، ولا تفكر بالمصاري. أكيد حسيت على غلطة وجاي تعتذر مني. مجنونة هاي البنت وأنا مجنون أكتر منها. لك شو عم ساوي؟ مفاجأة، اشتقت لك كتير. كارلا، شو الأخبار؟ مروان قلت رح أجي مشان نفطر مع بعضنا. منيح أنك أجيتي، بس كنت رح أرجع بعد شوي. مو مهم مروان، بجي على أي مكان كرمال شوفك، حتى لو ساعة واحدة بس. خليني جهز حالي مشان ننزل سوا لتحت. أوكي، ننزل سوا. شكله مو هون، لسه ما فاق. خلينا نفطر على السريع ونمشي فورا من هون. ما جاء عبالي اجتمع فيه واسمع شي كلمة. ليكو البوفيه من هون. تمام، انت جيبي شي ناكله وانا رح اجيب القهوة. تمام، بركي بصحصح شوي. صباح الخير. صباح الخير. انت منيحة؟ منيحة منيحة. ما فيني شي مروان، ما تواخذني، انا امبارح خبصت وفقدت السيطرة شوي وصار اللي صار. بعتقد انك عم تحكي عن البوسة تبعك. ايه صح، على فكرة أنت كنت مقرب علي، أنا ما دخلني أبداً. كمان صرت أنا المذنب، ما هيك إسراء؟ لا غلط، أنا ما كنت هيك بقصد. على كل، خلينا ننسى اللي صار هلأ، ماشي؟ اللي صار صار مبارح ونحن أولاد اليوم، ما في مشكلة، ماشي؟ مبارح قلتي هيك وشفنا حالتك المساء. اللي أنت لوين بدك توصل مروان؟ بتكون مبسوط إذا جرحتني على الطالعة والنازلة؟ طيب خليني فرحك أكتر لكان، أنا وضعي مو منيح أبداً، مو منيحة، عم بتعذب وقلبي عم يوجعني. هذا يلي بدك يا؟ خليتني حبك واتعلق فيك، بعدين كسرت لي قلبي وحملت حالك ومشيت.
نحن الاثنين منعرف انه يلي قلتي مو صحيح اسراء، ما في داعي تكذبي. لكن شو الصحيح؟ قل لي مروان، تفضل اشرح لي شو الصحيح، احكي. لانك حبيبي جهزت لك صحن إلك. صباح الخير اسراء. ردي عليها. صباح الخير كارلا خانم. خبرني اليوم مروان انكم اتقابلتوا هون، شو هالصدفة؟ ايه فعلا معك حق، هذا اللي صار، صدفة غريبة. صدفة حلوة. مروان بيك، إذا فاضي متحد بيك بدو شوفك. أكيد ممكن، أنا بدي استأذن. كارلا أنت فيك تبلشي فطورك، ما بطول عليك. خد راحتك حبيبي. معقول شو حلو هالمكان؟ منيح مروان عزمني لهون مبارح بالليل، قلت له بلا ما أجي، بس لما أصر علي كتير ما تحملت وما حبيت أكثر بخاطره وأجيت. قلت نحن أصلا رح نطلع بشهر العسل ونمضي وقت سوا، بس الواحد منا بهالوقت ما لازم يترك اللي بيحبه ولا دقيقة واحدة. انتي بتعرفي بهالقصص؟ مو كنتي متزوجة من قبل؟ اي مزبوط، صحة وهنا بالإذن منك. إسراء، لما نرجع على اسطنبول فيني استشيرك ببعض الشغلات إلى علاقة بالزواج؟ لأنه أنت عندك تجربة وأنا جديدة على هالموضوع ومتلبكة. أنت ساعدتيني من قبل واستفدت من نصيحتك، شكراً كتير إليك. يعني الصراحة أنا آخر إنسانة ممكن تعطيكي نصيحة، برأيي استشيري حدا غيري. صحيح، نسيت أسألك، مو قلتي لي عندك حبيب؟ وقلتي كمان رح تعرفينا عليه، شو وينه؟ انفصلنا. لا لا، خبر مو حلو. ليش؟ يمكن لأني فهمته غلط، كنت مفكرة فيه بطريقة تانية. برأيي أنت كمان انتبهي، الإنسان اللي بتتعرفي عليه ممكن يطلع شي تاني بعد العشرة. صحة وهنا. صباح الخير موسى. صباح الخير. سلم ومشي. شو يلي عم يصير معه هاد؟ زينو، ما جبتي القهوة؟ صح صحت مشي حالي. اجت كارلا، طلع مروان طالب منا تيجي مبارح بالليل بعد عن جد؟ كيف يعني؟ والله ما بعرف زينو، ما بدي أكل شي، تركيهم من إيدك وخلينا نمشي. ايه تركيهم. طيب منيح، بعت لي اياهم بإيميل لك. على عيني. صباح الخير إسراء. صباح النور كارلا خانم. إذا معك وقت فينا نحكي أنا وياكي؟ تفضلي. برأيي نحن ما أنا مجبورين نكون أعداء إسراء، يعني زواجك أنت ومروان هلأ صار من الماضي، يعني فينا نعيش كناس متحضرين ونتفهم هي الأمور. معك حق، وأنا هيك بشوف. ممتاز. شو رأيك تجي معي على اجتماع مع أصحاب المطعم الجديد؟ كنان ومروان عندهم اجتماع، فتعالي معي إذا بتحبي، وهيك بنكون فتحنا صفحة جديدة. مزبوط؟ طبعا كارلا خانم، ليش لا؟ برأيي حاجة تقلي لي خانم، قلي لي كارلا وبس. ايه اوكي يا كارلا. عن جد المكان حلو كتير، بعد ما شفته ارتحت، فينا نضيفه للابليكيشن فورا. عن جد المكان مناسب، رح ادرس التفاصيل فورا كارلا خانم. ممتاز. أهلين رولا، كيفك؟ كارلا خانم نحن ناطرينك، لأنه اليوم لازم تمرقي على مكان العرس وفي بعض الأمور لازم تقرري شو بدك تعملي فيها. والله رايح عن بالي تماماً أنه لازم أجي لعندك. طيب أنا قريبة كتير منكم ومسافة الطريق بكون عندكم. ماشي بانتظارك. إسراء، إذا طلبت منك طلب رح تخجليني شي؟ لا أبداً. شو هو؟ مروان هلأ مشغول كتير وأنا عم أضطر أخذ كل قرارات العرس لوحدي من دون ما أخذ رأيه بالشي. ممكن تجي معي على مكان العرس؟ في كم شغلة حابة كتير أخذ رأيك فيها. كارلا خانم، برأيي أحسن ما أجي معك، ما في داعي. كلامك مزبوط، يمكن أنا زودت شوي بطلبي، كنتي مرته القديمة بالنهاية وأكيد ما رح تروحي، وطبعاً أنا ما بدي إياكي تزعلي. وليش بدي أزعل؟ ما في شي بزعل أبداً، يعني قصة صارت وانتهت، إذا مصرة تاخديني معك ما في مشكلة بيجي. أنتي متأكدة؟ ايه طبعا متأكدة، تفضلي امشي. طيب ممتاز، خلينا نروح لك.
أهلين كارلا خانم، يعني إن جيتي بوقتك جات التجربة من شوي وصل. ما عندي صبر، بدي دوق. وبعدها منشوف الزينة تبع الطاولات، اليوم لازم تقرري هاي الأمور. طيب شكرا لإلك. تمام، معناها أنا رح أجيب لك الجاتو. يعطيك العافية. عن إذنك. إذنك معك. شو رأيك بهالمكان إسراء؟ كأني حاسسته صغير شوي، ما؟ لا بنوب، بالعكس المكان حلو واسع. لا مروان حبيبي، أهلا وسهلا، فكرتك ما رح تجي. ما وعدتك إني رح أجي؟ صراحة ما كنت متوقع أنك رح تفضى، ولهيك طلبت من إسراء تجي مشان تساعدني بالتحضيرات. معقول هيك صار هلا؟ يلا بما أنه إجا العريس فما عاد إلي لازمة، بالإذن. لا إسراء، ما بيصير تروحي هيك. تاي يعني مروان طول الوقت هو عم يقلي اعملي يلي بتلاقيه مناسب، ولهيك أنا بحاجة لرأي تاني معي. وهي وصل الجاتو هلا. تفضلوا كارلا خانو، مروان بيك، فيكن تدوقوا. رولا ماني شايفة الجاتو اللي أنا بديها. كارلا خانم، مو موسم الفواكه هلأ، كانوا بدهم يستعملوا الفواكه المعلبة فيه، ولأنك طلبتي فواكه تازة فتصرفت من عندي. رولا شو هالحكي، معقول؟ إذا طلب الأمر بنبعت حدا بيجي فواكه من آخر الدنيا؟ الواحد كم مرة بده يتزوج؟ ولهيك هداك الجاتو بديها. طيب تكرمي، خلص مثل ما بدك. حاضر كارلا خانم، شكرا كتير. صحة وعوافي. ثانية بس، تفضل معلم رسول. لحظة. ايه إلي مروان، طمني قديش رح يكلفنا؟ إذا منضيف جاتو العرس للمصاريف. لا إسراء، ما عم تزبط معي بنوب. لا أوعيك، ما بدي شوف هذا الوش. شوفي شو رح أعمل هلأ. إيه؟ إذا نزلنا عدد المعازيم للمية أكيد رح تزبط معنا. خلص مروان، شو ما عملت ما عم تزبط معك. شوف أنا شو عملت هلأ، هذا هو الحل. ليش هيك عملتي؟ يعني تراجعنا عن الزواج؟ لا أكيد نحن ما تراجعنا. أنا ما بدي عرس، كتب كتاب بكفيني، وبعدين منيجي على مطعمنا ومنتعشى، ما في قدامنا غير الحل. شو رأيك؟ خلص أنا هذا قراري مروان. ما بيصير هيك إسراء، وجاتو العرس، معقولة نعمل عرس بدون جاتو؟ محلولة، أمي بتعمل الجاتو، أنا بقلها. يعني إذا ما قدرت فرح مرتي بعرسة أنا شو فائدتي؟ شو هالحكي؟ صدقني أنا هيك مرتاحة، يعني نحن مانا مضطرين نتكلف ونعمل عرس. أنا شايفة إنه الفكرة اللي قلت لك ياها حلوة كتير. منتدين مصاري مروان؟ فيهم لا دين، لا ما رح نتدين مشان نتجوز. أنا ما فيني راكم علي ديون بس مشان الناس تتسلى، بس رح أستأجر فستان بلاها المصاريف الزايدة. قديش أنا محظوظ فيكي إسراء. يلا مسك، وصل الخبزات بسرعة. يلا فورا. مثل ما قلت لك كل شيء بدي اياه يكون تمام، بالنهاية هذا عرسي أنا. ما تقلقي أبدا كارلا خانم، كل شيء حيكون عزوئك. رولا حطي ببالك بدي شيء ما صار مثله. على عيني. شوف بعينه، شوف كيف عامل الجاتو يلي بنته بتحبه تطلع. انا ابني بحب الجاتو بالشوكولا، عم اقول لك مشان تعرفي. بلشنا نحكي يا ما تعملي شيء، خليك ساكته احسن. يعني ما بدي اهتم. وهي جبنا الجاتو الثاني. يا عيني هلا هذا جاتو محاسن، كرمال الله ما تخلوني احكي. حاطه كريمه فوق الكيك وغبره الكاكاو. شو ما لازم شكل يا جماعه مو احسن؟ انا برايي ما تنقي ابدا على شكل الجاتو، لانه انت دوبك بس هذا اذا ظبطت نسوي. يلا 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 بتجوز. ما أحلاكم. يلا قطعوا قطعوا حبيبي، يلا قطعوا الجاتو. يلا ليك شو خبرين مع بعضهم. برافو 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 أخي، برافو، مبروك مبروك يا عزيزي. والله هذول حركوا لي مشاعري بابا. اسمع زمرد سكتي بقى، ما عمل شيء. ايه خلاص زمرد، حاسة نار، وهذا يوم مهم بالنسبة لنا. شبك يا عمين،
خلصنا بقى ما بيصير هيك. خلص يلا لنشوف الكل يروح. يلا نشوف يلا نشوف حسابك بعدين على اللي حكيتي يا ريحان. انا بورشيكي يلا لك انا اختي يلا قوموا على الراس يلا 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 حبيبتي انا مالي فرحانه مالي مبسوطه. يلا قوموا لشوف ان شاء الله على شو بدي اروح. ما بيصير لا تعصبي يلا قومي بسرعه. هلا صار طاير عالي مشان قومي مشان ابنك قومي يلا ما بيصير هيك. انا بعرف هي اللي عامله كل هالمؤامره. انا بورشيكي يلا تحرك وعم اعد يعني يلا 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 يا عيني ما شاء الله عليك. انا قصدي اقول لك كيف عم بيرقص ليك امك عم ترقص وانا مش عارف. بدي اقول لك شيء انا بموت فيك بموت. طبعا انت شو رأيك حبيبي؟ بشو بالضبط؟ عم قول لحالي منخلص كتب كتابنا هون وبعدين منرجع على الطاولات يلي ورا. شو رأيك؟ انت شوفي المناسب كارلا. شايفة إسراء طول الوقت بيقلي مثل ما بدك وشوفي المناسب كارلا. بس عذابه مثل العسل على قلبي. طيب يعني إذا ما بدكن يعني خلوني يروح لأنه ناطريني بالشركة عندي شغل. خليني أطلب لك تاكسي. لا مو ضروري. إسراء بتشكرك من قلبي على مساعدتك. ما كان في داعي تنادي لإسراء يا كارلا. يعني كان بدي إياها تعرف حدودها وبس. فهمت. ليكي هالشغلات ما بتناسبني. لا تحطيني بهالمواقف مرة تانية. أنا رح أمشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.